مساء الخير، برحب فيكم اخوتي المشاهدين مباشره عبر شاشه نور الشرق بحلقه جديده من البرنامج الاسبوعي يسوع خبز الحياه. تكلم عن الحياه ما بعد الحياه هو من اصعب المواضيع، هو موضوع جدل فلسفي على مر العصور قبل المسيحيه وبعد المسيحيه وحتى يومنا هذا، وما زال هو موضوع بحث بدون اجوبه نهائيه. الليله رح نتحدث عن هالموضوع، رح نتحدث عن الحياه الابديه مع الاسيس جوزيف زعرب راعي كنيسة الله الدورة. أهلا وسهلا فيك أسيس. أهلا وسهلا، الله يباركك. مرسي كتير. مرسي، بنشكر حضورك معنا الليلة، ونحن بنشكرك على أعطائك الوقت لهالكلمة، وإن شاء الله نقدر ناخد أجوبة تشفي القلب، تريح الراس، تعطينا طمأنينة وسلام، لأنه فعلا قضية الحياة ما بعد الموت هو شيء بيقلق كل البشرية، مش بس المسيحيين. نعم. ولا نعم. المؤمنين ولا حتى العالم الوثني والعالم الملحد عنده هالهاجز، هل يوجد حياة بعد الموت؟ أسيس، خارج الكتاب المقدس، هل من أدلة بتقول إنه في حياة ما بعد الموت؟ طبعاً خارج الكتاب المقدس في كتير آراء، ولكن ما في أي دليل. الدليل الوحيد اللي نحن بأيدينا اليوم كمؤمنين ككنيسة هي كلمة الله. الدليل الوحيد، أنت عم تقول لي هلا بدل وقت أنه خارج كلمة الله، ولكن ما حدا في عنده بده شيء ملموس. لا الفلاسفة عندهم أجوبة ولا العلم ولا كله في تكهنات وفي أفكار وفي آراء، ولكن الوحيد الملموس هو لما يسوع الكتاب المقدس بيخبرنا عن الحياة وبيشرحنا عن الحياة الأبدية. هل كان هدف يسوع المسيح يحكي عن الحياة الأبدية، ولا كان عم بيخبرنا منو الله؟ يعني هل الكتاب المقدس شو القصد منه؟ خبرنا حياة يسوع، قلنا الله كيف بتصرف أو شو علاقته مع الإنسان أو شو هدفه من الإنسان، أو كان عم بيدلنا كيف نروح على السماء؟ يسوع عنده كان هدف واحد، أنه يرجع يرد الإنسان للطبيعة اللي خلق على شأنه. يسوع خلق الإنسان على صورته، الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. ومن شو يعني بس نقول على صورته ومثاله؟ صورته ومثاله يعني حامل أمور من طبيعة الله اللي هي أبدية الله. الله أبدي والإنسان أبدي، عشان هيك خلق الإنسان على صورته ومثاله حتى يكون بشركة معه، وسلطه على كل الأرض حتى يكون عنده السلطة الكاملة الرب أعطيها، حتى يكون بشركة أبدية ما تنقطع. ولكن خطيئة الإنسان وعصيان الإنسان سبب لعنة الموت على حياته. فلما أجى الرب يسوع بخطة الله، الخطة الأزلية، أعلن للإنسان بإعلان خاص منه، تعلن عن محبة الله وعدل الله وأبدية الإنسان، وأنا بدي أضمن لك أبديتك، بدي أرجع ردك لمكانتك اللي أنت أشط منها، أرجع ردك لصورتك وطبيعتك. وهذا اللي عمله الرب يسوع، أعلنه على الصليب، خلى الإنسان يرجع للمكان الأساسي أن يكون عنده حياة أبدية. والحياة الأبدية لما نحن نفكر بالحياة الأبدية دغري بيروح تفكيرنا لمكان، لمكان وحالة، مكان حالة معينة، بس هذا جزء الأساسي، أنه أنا بدي أرجع، أنه أنا الحياة الأبدية اللي ترجع لي، أنا أكون أبدي على الصورة اللي الرب خلقني فيها. بس أسيس بعدنا عم نموت، كل يوم عم بموت، كل الأشخاص عم بتموت. الجسد يموت ولكن الروح لا تموت، نحن أساسا روح، ولعنة الموت والحكم الموت هذا قائم، ولكن أنا عندي حياة أبدية. لما زاد يسوع كسر هاللعنة، كسر يسوع الحكم، كسر ليش بعده الموت، ماشي علينا هاللعنة؟ الموت الروحي، الموت الروحي، الموت الجسدي هو انتقال. عشان هيك بالمسيحية لا نؤمن بالموت بل نؤمن بالانتقال. اللي يشتهي أن أنطلق وأكون معي، بولس الرسول عم يقول لي يشتهي أن أنطلق. ليش؟ لأنه أنا بدي أشلح الجسد العتيق، بدي أشلح البدلة القديمة، بدي أروح أتحضر لألبس الجسد الجديد، لأنه الكتاب المقدس بخبرنا عن أجساد ممجدة وبخبرنا عن أمور أبدية كتير. بس تحكي يعني أجساد ممجد، يعني أنا بعرفك وأنت بتعرفني، بمعنى أنه أنت الشكل تبعك هو الشكل بدله، بحسب كلمة الله هذا المفهوم، هذا المفهوم. نرجع لنفس الشكل، ولكن جسد الفاسد بروح فساده، جسد الحيواني بقول عنه بروح، ولكن بيجي جسد روحاني. فالحياة الأبدية احنا نعيش حياة أبدية مع الله، ولكن الأبدية بتبلش معنا اليوم. قلت يسوع مخلص لحياتي، أنا اليوم أمنت بيسوع. شو الشروط تا أنا أحصل على هاي الحياة؟ أنا بدي أتوب عن خطيئتي، وبدي أؤمن بيسوع اللي عمله كرمالي، وبدي أسلم حياتي للرب، يا رب أنا بتوب قدامك، بسلمك خطيئتي، بدي تفوت على قلبي، وبدي أعيش حياة القداسة والطهارة. بس أسيس نحن بنقول بدنا نتوب، بس إنه بنتوب من على بكرة بنخطي الظهر، بنتوب الظهر بنخطي. طبعاً لما أنا بقرر، انتبه، أنا لما بتوب ما بصير كامل، بس أنا رجعت لمكانتي الأساسية، والله أرسل الروح القدس، قال أفضل لكم أن انطلق، لأني أرسلكم روح القدس ليلة بدي يعلمكم ويعزيكم ويدربكم ويشجعكم ويقويكم. قال متى حل روح القدس تكون لكم قوة،
هذه القوة شو؟ حتى أعيش حياتي مع يسوع، حتى أشهد ليسوع. في أمور أنا بدي أعملها، في بروسس أنا بدي أمشي فيه. أنا ما فيني أتوب وأرجع صار بمحل ما بيسوى وأكون عندي علاقات ما بتسوى. وأنا بحاجة أن يكون عندي توبة واضحة، سلوك واضح أنه أنا بدي أعيش بالطهارة بقداسة. ممكن أني أنا أسقط، انتبه، يعني أنا ممكن أخطئ بس ما أكون عايش بالخطية. في شخص بيخطط للخطية وفي شخص ممكن يقع بالخطية، والرب يعرف ضعفاتنا، الرب يعرف جبلتنا، والرب عم يعمل جميع الطرق تيرجع يسهل الحياة الأبدية لأنها تنرجع نملكها ويرد هيدي الشركة معه. بالنتيجة في شركة حتبلش مع الله هون على الأرض. هيدي الشركة مش لازم تكون مكسورة، حتبلش معه هون على الأرض. مثل أخنوخ، أخنوخ كان قال صار أخنوخ مع الله وين كان؟ كان على الأرض، لكن مسيرته كانت مع الله. وبقول أنه يسوع قال انتقل، سوري أخنوخ انتقل، قال انتقل مع الله للسماء. فإذا ما قال عنه أنه مات، قال انتقل. لا، لأنه قدر يطلع من هذا الشيء من خلال علاقته مع الله ويكمل مع علاقته مع الله. نقدر ندور الأبدية من هلأ يعني قبل ما نموت؟ أكيد يعني أبديتنا في يسوع. ب ب ب ب بإنجيل يوحنا 3:14 بقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من به بل تكون له الحياة الأبدية. مش للمستقبل، لهلأ، الذي يؤمن به هلأ. اذا انا اؤمن به فيه هلا، اؤمن بيسوع هلا، انا انال الحياه الابديه وبدوق الطعم الحياه الابديه، ويكون في عندي تاكيد بروحي وبقلبي انه انا ابن الحياه الابديه وانا اللي ابتديت معه رح كمل معه. طيب اسيس، بعد اوقات ناس تغري بتطرح السؤال هلا، يمكن عم يطرحوا اللي قاعدين على الشاشه عم يحضرونا، طيب واللي ما عرف البشاره شو؟ وين راح هذا؟ شو ذنبه؟ شو علاقته؟ وين من هالمخطط كله سوا؟ وين من هالشركة؟ دايما الله رحمته ومحبته بتشمل جميع البشر. يشرق شمسه على الأبرار، يشرق شمسه على الأشرار، والله عم بتابع عم بليحق كل الناس. يعني مثل هلا نحن هذا البرنامج اللي نحن عم نحكي فيه على التلفزيون، هذا من رحمة الله للناس حتى يسمع أكبر عدد عن محبة الله وعن أبدية الله وعن خلاص الله، حتى ما يكون في حجة عند حدا أنه أنا يا رب ما سمعت. لا، ما الله مات على الصليب كي متى يخلص البشرية كلها، وبعده عم بلاحق بروح القدس وعم بلاحق من خلال كنيسته اللي هي سفارة المسيح، من خلال خدام الرب في مرسلين حول العالم عم بيجولوا في إذاعات في الميديا. الرب عم بجير كل شيء لأجل امتداد ملكوته حتى يلاحق الإنسان. قال له لوين أنت رايح؟ حتى على الزاوية، يلحقك على الزاوية تحت الأرض. داود قال له وين يا رب بدي أهرب منك؟ أنت يا رب عم تلحقني وين ما كان. فالله هو أمس واليوم وإلى الأبد. نفس الاستراتيجية اللي عم يتعامل معنا فيها، بده يخلص جميع البشر. طيب مشروع الله هو يخلص جميع البشر بغض النظر عن جواب الإنسان، يعني مشروع الله مش ناطر جوابي أنا، هو قرر وهيك رح يكون وهيك كان وهيك رح يكون. أنا صاحب القرار كمان، فيني أرفض، في كتير أشخاص رفضوا، في كتير أشخاص رفضوا. حتى احنا ما عارف انه هذا الشاب الغني اللي اجى عند الرب، ما انا عندي تكوين ضعيف، يعني انا عندي معطيات ضعيفه. يعني انت عم تحكيني عن يمكن انا ما صدقت الكتاب لما انا قد مجبور صدق الكتاب لما انا قد ما اكون ضعيف خيطوني، قد ما اكون ضعيف هيدي انا هذا الموضوع ما فيني امزح فيه، هيدي حياه الابديه، هي حياه الابديه انا ما فيني العب فيها. بتجي ديانات اخرى كمان بتقول لك نحن عندنا حياه ابديه، واذا ما ايمنت بهالنبي او بهالرسول او بهذه الطريقه كمان لن تدخل حياه ابديه وراح تروح الى نار مخلده ابديه. في كثير افكار، بس ما يسوع جزمها، قال انا هو الطريق الوحيد للسماء، انا هو الباب. مزومه، انتبه، الموضوع مش موضوع ديني انه انا بدي اغير ديني، انتبه، الموضوع في موضوع حياه ابديه. انا بدي امن وبدي اتبع يسوع تحقق الحياه الابديه. ما في طريق، بقول كلمه الرب، قال كل الاشخاص اللي بدي يروحوا على طرق ثانيه هم سراق ولصوص. في طريق واحد للسماء هو اسمه يسوع المسيح، محسومه هون، لا احد يقدر ان ياتي الى الاب الا به. طب ما هذا كتاب للعالم كله، ان امنت او ما امنت هذا كتاب للعالم كله. اصلا الكتاب المقدس هو مش لطائفه ولا للمسيحيه، لكل العالم. ويسوع ولا مره قال انه انا جيت اعمل طائفه. طب بس حط شروط يسوع، يعني قال اذا ما تعمدت من لا يعتمد لا يخلص. قبل ما تعطيني الجواب اسيس، بس بدي اذكر اخوتنا المشاهدين برقم الهاتف اللي راح يمرق قدامكم على الشاشه، فيكم تتواصلوا معنا اذا حدا بيحب يستفسر عن الموضوع او يطرح فكره. الاسيس حاضر للاجابه عن كل هالمواضيع هذه. اسيس، يعني فعلا يسوع المسيح بذاته ما حكى عن السماويات، قال كلمتكم في الارضيات، قالوا لنيقوديموس فلم تفهموا، كيف اذا كلمتكم بالسماويات؟ يعني قال عن سعاده ابديه بس لا قالنا لا كيف ولا ايش ولا ليش ولا الى ما هنالك. يعني دليل مبهم. حتى يسوع خبر نيقوديموس عن الولاده الجديده اللي هي هذه الولاده ترجع بتردني لمكانتي وطبيعتي،
ووقت نيقوديموس اجى لعنده سرا في الليل صح، اجى قال له انت انا كيف بدي ارجع اولاد من جديد؟ قال له بدي ارجع على بطن امي، يعني انا ظلمي صرت طويل العمر. قال له بدك تولد من جديد، تولد بالروح القدس من جديد. يعني الرب اللي عمله سهل كل شيء لنا حتى نحن ما نعمل شيء، بس نحن نؤمن ونقبل. لما نحن نؤمن ونقبل نحن اخذنا خطوه، قطعنا من مال لمال، من مالة الظلمه، من مالة الموت لمالة الحياه الابديه اللي هي ملكوت النور. هل بيكفي الايمان بالكلام؟ يعني بيتم اذا قلت انا اؤمن بيسوع المسيح انه هو مخلص وفادي وانا اخذته فادي لإلي، خلاص خلاص تم الخلاص، خلاصي بايماني، مثل ما كان باللص على الصليب قال له اسكن يا رب ما تجد في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما عمل شيء. بس طبعا انا طول ما انا عندي التشانس اني انا عايش على الارض بنعمه الله، بحاجه اني اشتغل، بحاجه اني اعمل، بحاجه اني اثمر، مش انه انا بس امنت وانا قاعد وبعمل الصلاه يعني سبعه وضمتها وانا بقول انا خلاص صليت. لا، انا بصلي بامن، بس اكيد في عمل، في ثمر لحياتي، في ثمر القداسي، في ثمر البر، في ثمر عمل الرحمه. هو امور احنا محتاجين نعملهم، هو بطبيعه الجديده رح يصير، هو بطبيعه الجديده، لانه انا لما بدي اخذ الحياه الابديه انا اصبحت طبيعه جديده في المسيح، والطبيعه الجديده بتلغي الطبيعه القديمه. طبعا كل فتره فتره احنا مرات الانسان بحن للطبيعه القديمه، كل فتره فتره الانسان بيقع بنقطه ضعف بالطبيعه القديمه. بس برجع بقول اني انا اوقع بنقطه ضعف ولا انا اكون عايش ضعيف. طيب ان لم اعتمد هل اخلص؟ يعني كنت سالتك اياها السؤال، يعني كلمه الرب واضحه. انا برجع بقول لك انه محبه الله بده يخلص جميع البشر، في اشخاص طلبوا الرب من دون ما يتعمدوا. بس طول ما انا برجع بقول طول ما انا بعد عندي فرصه اعيش على الارض قبلت خلاص، في كمان في عمل بدي كمله، في فريضه بدي كملها. لا، ما هي شو المعمودية؟ معمودية انه انا دفنت مع المسيح لأحيا لا انا لكن المسيح يحيا فيه. يعني انا عم بطيع وصية الله بنفس الوقت انا عم بدفن مع يسوع حتى انا اكونش في شهادة روحية، في شهادة روحية قدام الله والملائكة انه انا اخذت قرار بكامل فكري وارادتي وعيه انا بدي اعيش الحياة المسيحية الفضلة، حياة البر والقداسة حتى انا اكون مع يسوع بالحياة الابدية. لانه اذا انا عايش بالظلمة ما فيني اكون مع يسوع، ما فيني اكون مع النور، ما بتتفق الظلمة مع النور، الشر والخطية ما بتتفقوا مع القدوس البار. بدي قدس روحي، بدي تقدس أنا، بدي موت عن ذاتي حتى أكون جاهز لأبديتي. طيب هي الحياة الأبدية مش نعمة مجانية من الله؟ أكيد. يعني مش ناطرة أنا ردة فعلي، بمعنى أنه مثل الشمس اللي بتشرق، الشمس بتشرق ما بتسألك إذا أنا بدي أشرق ولا لا، إذا بدي دفي الأرض ولا صح لا. صح. والخلاص هيك يعني أعطي نعمة مجانية لكل البشر. كل البشر رح يخلصوا. أنا عرفون ما عرفون، أدركون ما أدركون، قبلون ما قبلون. الخلاص للبشرية كلها. بس أنا بعطيك مثلا، أنا هلا اليوم بعطيك أنت عندك وضع كتير صعب، بعطيك تشيك بمليون دولار. وأنت بتاخده بتكبه. تغنى؟ تغنى؟ لا. ما بتغنى لأنه أنت أخذت تشيك وكبيته، صرفته، صدقته بدأ تشيك لك. وصرفت ورح تعيش مخلص من كل ديونيتك ومشاكلك الماديه وتعيش على مستوى انك غني. ونفس الشيء يسوع عمل كل شيء واعطاني تشيك هو حياه الابديه، قال انت قبلني صرف هذا تشيك وانا باخذ هذا تشيك، باخذ هذا الشيء وبكبه. بتصدق ان يسوع ما تكلم لك؟ ايه بصدق. بس انا خيي لا بدي اروح على الكنيسه ولا بدي اصلي تكني خلص. لا، في امور بدي اعملها بحياتي، انا بدي اخذ هذا تشيك، بدي اصرفه، بدي اعيش بهيدي النعمه احتراما واجلالا ليسوع اللي مات كرمالي، بدي كرمه وبدي سلمه حياتي. ما فيني العب بابديتي، ما فيني العب بحياتي، فيني العب بكل شيء ما عدا بحياتي، ما فيني العب فيها ابديتي. وكلمه الله يعني الله بيحكي للحياه الابديه وبيحكي عن جهنم اكثر ما بيحكي عن اي شيء ثاني، لانه بهمه خلاص الانسان. طيب لا اعد جهنم ما زال هو اعد خلاص، يعني انه انا اذا ما قبلته ما في القصه حريه، هو ما سالني قبل ما اجي اذا انت يا استاذ جوزيف حابب تجي على الارض ولا لا وتفوت معي بهالمشروع ايه او لا، ما سألني، انا خلقت بدون ارادتي بدون قرار مني، وبتجي بتحسبني على شغلي انا ما لي يدي فيه، انا جيت لقيت حالي. ما هو ما عم بحاسبني، انا بحاسب نفسي، انا عم دين نفسي. ما المشكله انا عم دين نفسي، مش الله اللي عم بديني. ليش بده يوديني العذاب الابدي؟ يعني العذاب الابدي ما اصلا مش لالي، ما العذاب الابدي منه لالي. يعني هيدا احنا بنقول عن جهنم، جهنم هي منه للانسان، ما انعملت للانسان اساسا. هل يعني هي لا يوجد احد في جهنم؟ بحسب كلمه الله جهنم هي مكان الشيطان. انا اللي بقرر كون معه، انا رح كون مصيري معه، مش الله رح يديني روح جهنم، الله عمل جميع الطرق حتى ما عندي روح جهنم. انا اللي بقرره، انا يعني الطريق اللي بدي امشي فيها انا بحددها هون على الارض. اذا انا مت ما فيني احدد شيء بقى، انتهى الموضوع. انا هون على الارض بدي احدد، بدي اكون بالسما مع يسوع،
بدي أؤمن بيسوع، بدي أعمل أعمال يسوع. ممنوع يدخل الشك إلى قلبي بكلام الكتاب المقدس؟ يعني ممنوع أنا أقول يا عمي مزبوط هالكلام مش مزبوط؟ بيدخل شخص شخص يسوع المسيح، هل هو شخص صحيح مش صحيح؟ هل كلامه هو حقيقة؟ إذا قال لي في سماء يعني في سماء، إذا قال لي في حياة أبدية يعني في حياة أبدية؟ شوف، ممنوع أنا شك بالموضوع؟ الإنسان مش ممنوع شك، الإنسان مرة في ناس بتشك، في ناس بتخطئ، في ناس عندها ضعفات، في ناس عندها كمية إيمان قليل، الناس أنواع. وما ننسى انه كمان شيطان شغال انه يسرق الكلمه، مثل مثل الزارع انه يجي بيسرق الكلمه. بس انا علي انا كمان انه انا عندي مسؤوليه اقرا كلمه الله اللي هي بتشرجني وبتعلمني وبتدربني. الرب بيقول عن كلمته هي امضى من سيف ذو حدين، تخترق مفاصل النفس والروح لتطهر وتنظف، واعرف خطه مشيئه الله لحياتي. كل ما انا اليوم قسيس راعي كنيسه، ليش انا فكرك مرات بكون عندي ضعف؟ يعني كلنا بنخطئ، كلنا ما اخطا. طيب انا ماني كامل، بس انا شو مرجعيتي؟ كامل صرت الله. مرجعيتي كلمه الله. وانا بروح لعند كلمه الله اللي بأهلني انه انا اكون عم اخدم الله، هي كلمه الله. قال انتم انقياء لسبب الكلام الذي اكلمكم به. يعني كلمه الله مش بس لتعلمني، بتنقيني، بتطهرني وبتشفيني، بتغير فكري وشخصيتي، وقدر افهم مشيئه الله وطبيعه الله اكثر. مثل انا اذا بدي اعرف طوني بحاجه اني اقعد معه، بحاجه اني اسمع كلماته، لانه كلماته وشخصيته وقعدتي معه بتعبر عن مين طوني. نفس الشيء انا لما بدي اعرف يسوع بدي اقعد معه، بدي اقرا كلمته، بدي اكون بشاركه معه. عشان هيك انا ساعتها الشك بصير يندحر ويموت شوي شوي، وايماني بزيد وانعجب بشخصيه يسوع. ما في حدا تقبل مع يسوع لما تغيرت حياته اذا كان لقاء حقيقي. طيب ليك يوحنا ويعقوب يعني كانوا عم بفتشوا انه واحد يقعد على يمينه وواحد على شماله، يعني بدهم سلطه كمان، عم يبحثوا عن سلطه، عم يبحثوا عن مركز، عم يبحثوا عن ما بهذا الوقت ما كان معروف يسوع ما بنعرفه نحن هلا. يعني يسوع ما كان معروف، يعني ما عم بيفكروا تفكير بشر، يعني انه انا رايح لفوق تيكون عندي مقام ويكون عندي سلطه بكل مره كتب زعيم يعني بالعربي. كل مره الكتاب المقدس كان يخبرنا خيطوني عن ضعفات القديسين والاشخاص اللي تبعوا يسوع. حتى لما كانوا بالسفينة وكان يسوع نايم، هبت العاصفة، قاموا قالوا شو بك بفاقيني مع، حكيوا معي بطريقة مع انه مش واكد شايفينه عم بقيم موتى وعم بركب عيون للعمى، وفجأة طلعوا له شو بك وعاء احنا عم نغرق وانت نايم وانت فبشاقيني معك. واحد طلع فيهم شو بك وليقل الإيمان، انتوا مفروض تعملوا انا رح اعمله هلا، ليه ما عملتوه انتوا؟ ما انا كنت عم بمشي معكم لعلمكم. الدفع الي كل سلطان اذهبوا لكل العالم. شو هالسلطان؟ بعطيكم اياه لكم، انتم ما تحلون على الارض يكون محلون في السماء. ربط هذا العصف، وقفها، استخدم ايمانك. فهن نسيوا ان يسوع معهم. اذا يسوع ما قعد السفينه اي عصف رح تاثر علي. ونفس الشيء مع يوحنا ومع يعقوب ومع كل القديسين، مع بطرس، كلهم يعني الكتاب المقدس بفرجينا انه اذا انا قبلت يسوع ما رح يصير كامل، لكن انا روحي رح تصير كامله. حضل في عندي محلات، حضل في عندي سقطات، ولكن في هذه مثل ما بقول بولس الرسول، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. أسيس لما بيموت الانسان هل يرقد؟ هل يموت نفسا وجسدا وينطر يوم القيامه، يوم القيامه الكبرى، الدينونه العامه، ولا هلا بيروح على السماء؟ شوف، بحسب كلمه الله هلا في كثير افكار، بس انا حسب مؤمن، بحسب كلمه الله الانسان اللي بيموت هو بالسماء، ولكن هو بالمكان المعد للعرس العظيم، عرس الحمل العظيم للمدينة بيحكي عنها بيوحنا للمدينة الجديدة أورشليم الجديد المقدس. يعني ما دخل السماء بعد إذا بدنا نقول. عم نحكي نحن بالمكان المعد للمؤمنين لعروسة المسيح. لكن العرس العظيم قال رأيته مدينة نازلة من السماء، وهون حيكون في تغيير لجسد المسيح، المؤمنين لبسوا جسد مقدس. يعني بهالمدينة هلا قبل ما تنزل المدينة المقدسة. نحن بحالة بالسماء بمكان. انا حيكون في بعيد، هو مكان، هو مكان جغرافي. لا لا يعني لا لا، هو مكان احد روحي. الكواكب كله مكان روحي، ما في شيء. هيدي المسكونه كلها ما قصب اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس، لا الفضاء ولا الكواكب ولا انه هيدي المسكونه حتنحل مثل ما الشمع بيدوب، هيك رح تنحل بكل وضوح. نحن حتى النار الابديه جهنم هي مكان روحي، السماء هي مكان روحي، أورشليم المقدس، كل أمور روحية، ما في شيء نحن بدنا نلبسه بجسدنا أو بنفهمه بالعين. حتى 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 يوحنا لما طلع على السماء بالرؤية يعني صار ما قدر يعبر باللي كتبه عن اللي شافه، شيء فوق الوصف، شيء فوق الإدراك، شيء فوق الفهم البشري. يعني مربولوس قال كمان ما لم تبصره عينه، ما لم يدركه، ما لم يخطر على بال بشر. طبعًا هذا ما عاد الله، يعني ما زال ما لا يعبر عنه، يعني ما فينا نحكي عنه، ما فينا، ما بنعرف شو إذا بدك الحقيقة.
نحن ما همنا نحكي عن هذا الموضوع قد ما همنا نحن نخلص الانسان. نحن يعني همنا كيف تروح لهونيك مش كيف اعبر. انا بدي اعبر. انا بهذه الارض في عندي وقت بدي اعبر فيه. كل انسان بده يعبر، بس فرق انه يعبر على المكان الصح، فرق يكون رايح على محور. وهيدي وجبتنا، انا وجبتي اني يعني ساعد الناس مثل ما الله بعت اشخاص يخلصوني، انا خلص الاخرين يكون نور وبركه. انا ارسلتكم للعالم لكي ما تكونوا نور. ليه؟ لان العالم عايش بظلمه، لما نورنا بيسطع نور يسوع الظلمه بتهرب. حتى العالم حتى يعيش على الارض عايش بجحيم من دون ما يموت. عالم عايشين تحت وطأة سلطان الخطيه والشر واللعنات والسحر والامور اللي عم نشوفها من خلال خدمتنا على الارض، بحاجه لتحرير، بحاجه لسلطان من الله، وهذا عم نختبره كل يوم بحياتنا بخدمتنا. اذا هذا على الارض عم نشوفه هيك، كيف بعدين؟ قد ايه الانسان رايح على مهوار؟ يعني نحن محطوطين قدام رعب، يا بتعمل هيك يا بدك يا بدك تاكل قتله. انتبه، نحن في قدام رعب. انا بدي اقرر مصيري، انا اللي بعبده، انا اللي بقدم نفسي له، انا بدي اكون معه. بس مجبور روح على هيك الخط، لانه هونيك فيه في في كلفه غاليه، كلفه عاليه زي ما نقول. طب يعني انا طب هل من العدل انه الله يموت يسوع الله يبعث ابنه يسوع على الصليب يموت كرمال يخلصني ويعطيني حياه ابديه وانا ارفض هذا الشيء؟ بس هو بعته من حب، احب الله العالم فجاد بابنه. هو بحبنا بده يخلصك وعم بتابعنا لاخر دقيقه، وانا عم برفض، انا عم برفض هذا الحب. أنا بس أسيس اليوم ابنك قد ما يكون رافض لشغلة معينة بتدلك تركض وراه تركض وراه تركض وراه. لو انه عرفت اليوم هو محبوس، بس اذا رح انتحر فيني اعمل له شيء؟ بتبيع البيت، بتبيع الدنيا كلها تتروح تشيله. اذا رح انتحر، اذا رح انتحر، طيب هلا دم يسوع المسيح مش قادر يخلصه لو كان بكل خطاياه؟ اذا انتحر، اذا عم بحكي عن الطبيعة البشرية، اذا شخص انت بتعزه وراح قرر بده ينهي حياته ينتحر، شو فيك تعمل له؟ بتصح وبتسكر له دنيته وبتطلعه من الحبس وبتهتم فيه، اخر شيء قرر انه يحط الفرد يقوص حاله. شو بقى تعمل له؟ ما انا اقف على الباب واقرع. ان سمع احد صوتي، طب ما في يسوع يخلع الباب كمان ويقول له انا بدي اياك. في الله لانه خلق الانسان على صورته ومثاله اعطاه الحريه واعطاه الاراده واعطاه الطبيعه. بس ما حريه مشوهه. لا ابدا مشوهة ابدا 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 ابدا. انت اذا تربيت ببيئه معينه بتطلع بفكر معين. اذا لو انت اليوم ولدان بباكستان نفترض او بافغانستان، كان فكرك اليوم غير فكر اللي انت هون. طيب ما انا ربيت ببيئه مش كثير منيحه، وهيني انا اليوم انا معك اليوم عم خبر عن الحياه الابديه. يسوع زار حياتي، عم بزور كثير اشخاص، والله عم بلحق كل شخص. ما بعتقد انه كيف حدا ناقص من قلبي. انا ما خلقت يعني صاري ملاك عند جوانح، بس انا قررت انه بدي اتبع يسوع. قررت لانه عرفت انه ما في حياه غير بيسوع. وهذا اللي بنادي فيه على السطوح، انه ما في حياه غير بيسوع، ما في خلاص غير بيسوع، ومحسومه بيسوع نهائيا. بالنسبه لي محسومه بيسوع، انا اختبرت وشفت ولمست. والاخرين بده يختبروا ويسمعوا، الله عم بيلحقهم. واللي ما وصلت لهم ما في، ما تصدق، ما تصدق رحمه الله ونعمه الله بتسمح لانسان يروح على الجحيم. ده الله هو محبه، والله عم بيلحق الانسان، بس الله بحط حدود لكل شيء. اذا انا ما رح احترم الله وما رح اتجاوب مع الله مع محبه الله اللي هو خالق السماء والارض وتارك كل شيء، ترك عرشه واخلى نفسه واخذ صوره عبد واجى تجسد مريم العذراء المباركه تيكون مثلنا ويحمل ضعفاتنا، يعني حتى الباباه تحمل المه، عاش مثلنا بكل شيء، المجرب مثلنا بكل شيء. يعني لما الباباه بيبكي بيعرف انه شو موجوع، ومرحله الشباب بيعرفها والشغل والاعواز كله عاشه حتى يحس فينا ويحضننا، واخر شيء نحن بنقول له يا رب انه ما بدنا اياك، نحن ما بدنا نروح الحياه الابديه ومش مصدقينك. انا بدي اعيش حياتي وبدي انبسط. شو الحياه فيها بالخطيه واللذه؟ لا لذه ولا خطيه. طيب قسيس اذا بتسمع خلينا ناخذ استراحه صغيره. اخوتي المشاهدين خليكم معنا لبعد الاستراحه. رحب فيكم مجددا اخوتي المشاهدين بحلقتنا الليله حول الحياه الابديه مع الاسيس جوزيف زعرب راعي كنيسه الله. اهلا وسهلا فيك مجددا اسيس، وبنشكرك على كلمه الله الغنيه اللي عم بتقول انه هي عطيه مجانيه وهي هبه فعلا كامله كانت من الله، وعظيمه جدا انه من الغباء انك ترفضها بهيك عطيه وهي حياه ابديه. رح اذكر اخوتنا المشاهدين انه فيني يتصلوا عبر رقم الهاتف رح يمرق قدامكم على الشاشه، اللي بحب يعطينا رأيه بالموضوع أو يسأل أي سؤال أسيس حاضر للإجابة.
أسيس، سؤال يسأل دائما، هل هناك من صلة ما بين عالم الأحياء وعالم الأموات؟ هل فينا نسميهم أو شيء عالم أموات ولا هم أحياء اليوم؟ في نقول العالم روحي، عالم روحي واسع، بس أكيد ما عندنا تفاصيل عنه. ما في تفاصيل، بس في مؤكد أنه في عالم روحي وفي يسمع طبعا، يعني يسمع صلاتنا، يسمع تنهداتنا، يسمع أنيننا. شوف، بدنا نفصل بين عالم الروحي، في عالم روحي اللي هو العالم الروحي اللي نحن كمؤمنين اللي هو في الله والملائكة، وفي عالم روحي اللي هو العالم الشيطاني اللي بتعاطوا فيه السحرة والعرافين واللي بيحضروا السحر وكتيبة شغلات. يعني في عالمين هناك، في العالم الشيطاني وفي العالم الروحي. يعني الله مش الكل في الكل، الله الكل في الكل. طيب طبعاً. يعني صار الشيطان في داخل بس في اشخاص مكاسين حياتهم للشيطان ومكاسين ان يكون عندهم عباده شيطانيه. حتى الشيطان صار في قلب الله. عم تقول لي الله الكل في الكل، يعني صار الشيطان حتى في قلب الله. بس نقول عالم الشيطانية في اشخاص عندهم كونتاكت مع الارواح الشريره، هاي الارواح الشريره يعني هي في قلب الله. اذا هو الله الكل في الكل، يعني ما في شيء حدا مريت الله، يعني بالله ما فيني ابدا، ما فيني اقول يعني الله في انقسام جوا ابدا. الله الكل في الكل، ولكن الشيطان هو مفصول عن الله، مثل ما الانسان انفصل عن الله بالخطيه. طيب هالعالمين هني نحن كمؤمنين ما لنا اتصال بالعالم الروح اللي هو العالم القداسي، اذا بدنا نقول عالم المؤمنين، المخلصين، عالم الملكوت. الشخص المؤمن الذي عنده علاقه مع الرب هو عنده كونتاكت بالعالم الروح السماوي مع الروح القدس مع الله، بيوصلوا بهذا العالم الاخر. يعني انا قادر احكي مع بي، قادر احكي مع بي السماوي، وانا عشان قادر احكي مع خي البشر. لا لا ابدا خي اللي والدته مات، ابدا ابدا مستحيل. مستحيل، كتابيا ممنوع ومستحيل. انا عندي علاقه مع الله، عندي علاقه مع الروح القدس، اكثر من هيك مش مسموح لي. انا ما بعرف شو بصير، انا بالحياه الابديه بشوف اللي بشوفه، ولكن طول ما انا على هذه الارض انا مفصول عن هذا العالم. لكن انا اللي بيربطني بالعالم الروحي هو الله، علاقتي مع الله، شركتي مع الله، مع الروح القدس، لانه انا هيكل الروح القدس كمان. لما انا اكون مؤمن هذا السياس يكون فيي، انا مرتبط مع الله. يعني وغير هيك ما بدي. المشترك ما بيني وبينه هو الروح القدس، هو بيملك الروح القدس اذا بدك، هو في عالم الروح القدس وانا الروح القدس حلل علي، يعني فيها الرابط بين اثنين، هو الكونكشن، هو الكونكشن كونكشن. بس هذا الكونكشن لا بيخليني انا احكي مع هذاك الشخص طبعاً، ولا هذاك قادر يظهر لي قوي، ما لا بالحلم حتى ولا الاحلام ما خاصه. يعني الاحلام انا ممكن احلم باشخاص بحبهم كذا، بس كمان انا ممكن يجيني اشخاص، في اشخاص بيجوا كوبيس، في اشخاص بيجوا احلام شيطانيه. هذا بس كان في حلم في الكتاب المقدس. أكيد يعني أكيد مع يوسف الأحلام، مع بولس الاحلام، قال له اعبر الينا. اوكي، الاحلام شيء والظهورات شيء. لما يكون في حلم رساله من الله شيء، بس انتبه انه انا مش اظهر بنام بعمل كونكشن مع العالم الروحي. في ناس بيفكروا هيك انه انا بس نام بعمل كونكشن مع العالم الروحي بصير شوف اموات. في اشياء شيطانيه وفي اشياء روحيه. الرب حتى لما بيكون الرب بده يعطي رؤيه او يعطي حلم، رب يعطي رساله، في رؤى إلهية. يعني في أشخاص من السماء تظهر للناس أو تتراءى للناس. الرب عنده الحرية الكاملة يعمل جميع الطرق ليكون عم بوصل رسالة. يعني ممكن يستخدم هالأشخاص هؤلاء. الرب عنده الحرية يعمل بده إياه. نحن ما بنحط أي حدود لله، بس أنا كل ظهورة أو كل أمر بيصير أنا ببني على كلمة الله. إذا يتوافق مع كلمة الله هذا حق، إذا لا يتوافق مع كلمة الله ما بيعني لي شيء. حتى لو قالوا لي انه يسوع شخصيا هو بده يظهر، لكن لا يتوافق مع كلمه الله ما بيعني الموضوع. لما الكتاب المقدس كان عم بيقول هون انه لو ظهر المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا. يعني لا لا، انه في رساله، في اذا علمكم غير ما انا علمتكم بيكون ملعون بكل بساطه. يعني الملائكه مش قادره تحمل رساله لنا مثل ما حملت لمريم، مثل ما حملت لكثير اشخاص في الكتاب المقدس. الملائكه ما اجوا من تلقاء نفسه، الملك الله ارسله. ممكن الله يرسل، انا بقول لا. بس برجع بقول انه ما في شيء بيصير غير تحت إرادة الله، خاصة الأمور الروحية اللي هي من ظهورات أو من رسائل سماوية. الله عنده طرق كثيرة الله بتصرف فيها. طيب خلينا ناخذ اتصال، عندنا شخص عم يتصل. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح معك، إذا بتعلي الصوت شوي. سلام المسيح معكم. ومعك مين معنا؟ إلي. تفضل خينا إلي. صموئيل الأول فصل 28، صموئيل وشاول، كيف بيقراها الأسيس انه كيف شاول استعمل العرافة؟ كيف يقدر يقراها بشكل يكون واضح تنفهم؟ انه كيف قال له لصموئيل ماذا ده اخرجتني وحكي معه وفتحوا حوار؟ هذه كيف بيفسرها الأسيس؟ وبس. اوكي،
طبعا اذا بتحطنت في المشاهدين شو هي الخبريه تبع صموئيل عن مع شاول. صموئيل راح عند العراف كلمه صح. اوكي بس خليني اقول انه برجع بقول انه هذا الكونتاكت ما كان كونتاكت صح. الكونتاكت هذا كان لانه ساحر كان بيتعامل مع ارواح شريره واوهموا انه هيدي الروح هيك 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 بس ما كانت الروح صحيحه. هل السحره واللي حضروا ارواح وعالم هناك لهم وصول الى العالم الاخر، عالم الشر الاخر؟ هن عاملين عهد مع الشيطان. هن عاملين عهد مع الشيطان. قادرين يفتحوا اتصال معه يعني؟ اكيد، بنشوف سحر وبنشوف لعنات وبنشوف اشخاص حتى بايامنا هيدي، يعني انتبه بايامنا هيدي في كثير اشخاص للاسف مؤمنين مش مؤمنين يعني مسيحيين، انتبه بس قول مسيحيين، في اشخاص ممكن ما يكونوا مؤمنين، لانه الشخص المؤمن الذي عنده علاقه بيسوع المسيح بروح بيلجأوا لمشايخ، بيلجأوا لسحره، بفك ما بعرف شو، بجيب المدري مين وعم بفوتوا، يعني في اشخاص صار مع امراض وماتت بسبب السحر، لانه ابليس مكتوب عنه ولا مره ابليس بيعمل خير. بقول لك بجيب لك الخير وبجيب لك فك المربوط وبجيب لك الرزقه ومدري شو. ما حدا راح لعند ابليس الا ما ضربه وفك له رقبته. دايما فك له الخير. وهذا اللي صار، انه ما اسمه عراف، انه انت مين لتحضر مثلا روح نبي او رجل الله. ما انت عراف، ما انت اصلا بدك تتوب وبدك تتوب عن خطيتك وبدك تتطهر لتفكر تصلي اساسا. بس كان في اشخاص يتنبؤون في الكتاب المقدس بعد يسوع، في انبياء كذبه يعني، وقت اجى بولس على صور وقال له انه لا تطلعش على بدني يعتقدوا اكيد في اكيد في في والى ما هناك هي من مواهب الروح القدس، في النبوات، في الانبياء وفي الرسل، هذا شيء اكيد شيء طبيعي اكيد موجود. اكيد بحكي الكتاب المقدس في مواهب كثيره. هل صار تلعب بالسلوكيات بعلاقتنا مع الله شو بتعطي نتائج؟ بس بحكي الحياه الابديه، الحياه الابديه هي حق لنا ونحن بحاجه نربط حياتنا فيها. لانه طول ما احنا بعيد عن يسوع احنا لسنا ابديين. خلينا ناخذ اتصال اخر. الو. الو. تفضل، مين معنا؟ الياس شعير. تفضل خينا الياس. يعني نشكر الله اللي فيها المفهوم اللي بدلنا على الحياة الأبدية، لأنه من دون حياة أبدية بيوصل واحد عيائس، بيخلق بيتعذب بيتعلم بيشتغل بيربي بعدين بيموت. وبتصور الحياة الأبدية بتبلش من هون، وقت اللي قال بالأبانة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، يعني بتبلش من هون. والظهورات تبع العذراء وعجائب القديسين بتثبت انه في حياة ابدية، وبتبلش بوعظة الجبل وقت اللي هالناس العالم كله راكد ورا المال والسلطة، وبيجي لنا الحياة الابدية مربوطة ب لا تكنزوا كنوز لكم بالأرض، لا تقاوموا الشرير، لا تعملوا الكوت الثاني، يعني بتبلش الحياة الأبدية من هون، وهي اللي ما فيها موت ما بعرف. والملكوت والحياة الأبدية بتاخد عنوي، يعني عنوي بيني وبين نفسي، إنه أنا بدي أخذ القرار وألتزم بهالخط وتقدر وصال. نشكرك. واللي عم نشوفه انه اللي عايشين بمفهوم العالم مش واصلين على سعادة، بتلاقي اللي عايشين بهذا المفهوم المسيحي واصلين على سعادة بفقرهم وبألامهم، واصلين هن عبدية حلوة. نحن بنشكرك على الياس، وصلت الفكرة. هل منقول ملكوت الله هو المقصود فيه الحياة الأبدية؟ كلمة ملكوت الله، احنا دائما بنستعمل ملكوت الله، ملكوت الله. أول شيء بدي بس أقرأ هيك آية صغيرة توضح للمشاهدين عن الحياة الأبدية، الكلام اللي حكيته أنا إنه الحياة الأبدية مش بس المكان أو الحالة، الحياة الأبدية إنه أنا أكون أبدي. بيوحنا 17 بتقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله. بتبلش لما أنا أعرف يسوع إنه هو الإله، أنا ببتدي الحياة الأبدية. هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. بعد ما عم بحكي عن مكان، عم بحكي عن نوعية حياة أنا بدي أملكها داخلي. الملكوت يعني 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 نحن شعب الله، نحن عنا ملك هو رئيس علينا، هو سيدنا، هو ملك الملوك ورب الأرباب. فنحن ملكوت الله على الأرض، ليأتي ملكوتك. نحن اليوم ملكوت الله على الأرض، كنيسة الرب هي ملكوت الله. طيب خلينا ناخذ اتصال آخر. ألو.
الو تفضل. مين معنا؟ معك أنطوان أستين. تفضل خينا أنطوان. بدي أقول لك إنه بالنسبة للموضوع في شغلة مهمة كتير. تفضل. وهو الإيمان اللي قاله يسوع المسيح واللي حكيه واللي حكوه الأناجيل ظل مستمر معنا بحياتنا اليومية لغاية اليوم بوصفة القديسين. يعني إلا اللي ما شاف يسوع المسيح وما عايش وعم بشك بالكلام تبعه، الاستمرارية اللي صارت مع القديسين والعجائب اللي عم بتصير بكل العهود وبكل العصور حتى يومنا هيدا بأكد كلام المسيح، لأنه هو هيدا المسيح اللي عم يعمل عجائب مع كل قديس مشي على طريق ووصل للخلاص. هيدا اللي بدي أقوله، لأنه ما ذكروا القديسين اللي هني موجودين بعشرات الألوف من وقت المسيح لغاية اليوم، والعجائب اللي صارت بكل هالمراحل لغاية اليوم عم نشهد عليها بالألاف وبالألاف. نشكرك خينا أنطوان. أسيس يعني هل العجيبة هي تؤكد كلام يسوع اليوم؟ يعني العجيبة هي برهان آخر أنه يسوع هو كلامه مظبوط وحي وفاعل ومازال يعمل على الأرض؟ ما هذا اللي الرب يسوع مع التلاميذ قال، كان يثبت الكلام بالآيات. هو بس كمان تلاميذه ثبتوا كلامهم بآيات؟ طبعا. ما هو ما نحن اليوم ما هن التلاميذ، هل هناك أشخاص ثبتوا كلامهم بآيات؟ بمرقس 16 لما بعتهم اذهبوا للعالم أجمع، لما راحوا انطلقوا قال كانوا يشفوا المرضى والله يثبت الكلام بالآيات، يعني الكلام اللي كانوا يحكوه. هل هالشي بينطبق على 12 ولا بينطبق حديث اليوم؟ على كل يوم، على كل واحد. هذا حياتنا اليومية. شوف يعني نحن المسيحية مش بس ناطرين عجيبة تنثبت إيماننا، إيماننا هو بيعمل العجيب. بس بيعطيك هيك دفع أكيد إذا أكيد بدك أكيد أكيد. بس العجيب هي خبزنا اليومي. دائما الرب يثبت عن 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 محبته، ويثبت عن خلاص، ويثبت عن شفائه لكل واحد فينا من خلال عجائبه وشفائاته وكلمته وكنيسته وخدامه. شو بيعملوا الناس بالسماء؟ راحوا الناس على السماء، شو بيعملوا؟ مكتوب انه في عرس الحمل، مكتوب انه في تسبيح ابدي. تسبيح ابدي، تسبيح ابدي. انا بس كون بهيدا الحاله شو اللي بدي اعمله؟ بدي اقعد حضر تي في مثلا؟ ما انا ما هيدا الحاله انا فيها، اذا انا روحي اليوم بتحب تصلي وجسدي بحب ينام، لما انا بخلص من ضعف جسدي روحي شو رح تكون؟ رح تكون منطلقه بحريه، كون عم بتصلي بدون زمن وبدون حدود. طيب قيامه يسوع منا دليل اخر على قيامتنا؟ طبعا. طيب قام بالجسد هو، هو قام واقامنا معه. طيب بس انت لا عم تنكر قيامه الجسد، يعني ما قلنا ما بيقوم يعني يعني كان كانوا واضحين المسامير في ايديه، قالوا انظر طبعا صار مسامير بايدي، قالوا عندكم شعر. ما انكرنا قيامه الجسد، مين انكر قيامه الجسد؟ لا، انه انت عم تقول هذا الجسد فاني وسيذهب الى طبعاً. عدم وقيامي بشكل اخر بطبيعه اخرى الى ما هنالك، يعني هذا الجسد بشو ذاته رح يتحول الى جسد نوراني؟ طبعا طبعا بيتحول. هيك مثل ربك بتقول اللي صار مع يسوع رح يصير معنا. اللي صار مع يسوع رح يصير معنا، هو مثلنا الاعظم بكل شيء، عشان احنا ماشيين معه بهذا الدرب، لانه احنا حنكون مثله اليوم الايام، رح نكون مثله مشابهين في كل شيء، حتى في موته وفي قيامته، حتى مشابهين بالمعموديه بموته وقيامته. حتى بنعمل المعموديه هو ظل اللي بده يصير بالحياة الأبدية لما يجي يسوع ويقيم كنيسته. أنا ألا يمكن أنه أشفع بأحبائي وأصدقائي وأبنائي؟ يعني إذا هني مش واعيين على هالهيدا، إذا أنا يعني رح أقول مثل أيوب، بدل الذبيحة ذبيحتين وبدل الصلاة صلاتين وبدل الركعة ركعتين وإلى ما هنالك، هل هذا الشيء بيساعد أحبائي وأصدقائي وأبنائي أن يخلصوا؟ انتبه بمفهوم الشفاعة، يعني أنا فيني أشفع صلي أكيد، صلي لأبني، صلي لبنتي، صلي لجاري، بس ما فيني اخذ قرار عنه. انا بصلي حتى الله يفتح له عيونه، بصلي حتى الله يتدخل، بقف بالصغر، يعني انا بقف بالوسط انه يا رب اعمل شيء. اوكي. مثل ما كانوا التلاميذ عم بيصلوا بالعليه لبطرس، كان بطرس بالسجن، يمكن حاله ثانيه، بس كانوا عم بيتشفعوا عم بيصلوا كرمال الرب يفتح السجن. بس في ناس كمان بسجن، سجن الحياه، سجن روحي. احنا بنصلي رب يفتح السجن، بس اذا انا ما طلعت من السجن ضليت خي سكروا الباب تكوني مبسوط هون، ما في حدا ياخذ قرار عن، يعني انا قراري هذا قراري انا. والرب عنده علاقه شخصيه مع كل واحد، والرب واقف عم يدق على باب كل واحد، ما انا عم دق على بابكم كلكم، عم دق على باب كل واحد بوحده. فالهنا واله الكنيسه بنفس الوقت هو اله العلاقه الشخصيه. الكنيسه يعني الجماعه،
صوت بقول لي العلاقه الشخصيه، انا مش بس بعبد الرب الكنيسه، انا بعبد الرب ببيته، لازم يكون عندي علاقه شخصيه مع الله. فالقرار بيرجع قرار شخصي. طيب يعني هالبشريه رح تتولد وتموت وتتولد وتموت الى متى؟ يعني عم بكتر العدد تيصير العدد كبير بالسماء الى يوم مجيئه. هو بيعرف امتى؟ اقل الصنف الليل، ما حدا عم بيعرف. رب اقل الصنف الليل، ما حدا عم بيعرف. هل هو مجيء من قبله ولا نحن اللي عم نجي لعنده هلا صرنا؟ نحن اللي عم نموت عم ننتقل لعنده. لوين عم نروح؟ هذا في مجيء منا نحن، ولكن في المجيء العظيم ليوم الدينونه اللي بده يدين كل المسكونه. طيب ما انت عم تقول اليوم هو وصلت، يعني الشخص اللي مات اليوم وصل الى تحضير الى العرس، يعني اذا بدك بالمفهوم الكاثوليكي هو المطهر، عم تقصد ولا لا؟ لا 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 ابدا، ضد فكره المطهر ابدا. يعني لانه دم يسوع هو مطهرنا بالنسبه لي. دم يسوع ابنه مكتوب. طيب دم ابن ما انا دل في اخطاء كثير رغم انه انا اعترفت بيسوع مخلص وخدته مخلص لحياتي اللي بدك، بس انا بكل لحظه عم بخطي. بكل لحظه انا روحي المخلصه بجسدي المخلص. دم يسوع ابنه يطهرنا من كل اسم. مطهري هو دم يسوع، وعمل الصليب هو عمل كامل، منه عمل ناقص، ولا مره عمل الصليب كان ناقص. وانا بدي اعرف انه انا بصير انا ما صرت كامل. اذا عمل كامل عمل يسوع المسيح مش ناطر ردة فعلي انا، يعني بس هو خلاص تم لكل الناس شيء او ابو. بس انا ماني كامل. انا طبعا بولس كان عنده سقوطات، قال انا بجتهد ضد جسد وضد روح، ولكن اخر شيء بعمل انا مش لازم اعمله. طيب بس هل فقد قداسته؟ هل فقد انه يكون مخلص ويطلع على السماء؟ ما فقد قداسته، ضله قديس رغم انه هو اعترف انه انا في عندي ضعفات، اعترف انه عندي صراع بين الروح والجسد، بس خلاص، بس انا روحي مخلصه وانا بعدني ابن لله. انا فقدت بنويتي لله، انا بعدني ابن لله والله هو بيي. لكن انا الله عارف انه انا عم بصارع بهذا الجسد لانه انا عم بتحدى لكون معه. شو بتنصح انسان القرن العشرين اليوم 21، يعني هالتكنولوجيا اللي عم تاخذ له عقله، المصاري، الغنى، في كتير اشياء، يعني هل الغنى هو عائق امام خلاصي؟ هل لا يستطيع الغني ان يدخل ملكوت الله؟ قال ما اعسر ان يدخل الغني ملكوت الله. ما هو الموضوع مش موضوع الاموال. في كتير اشخاص معهم ابصار كتير وعندهم قلب يحبوا الرب وما في شيء. بس هو قال انه ايه، بس هو قال عن محبه المال اصل كل الشرور، بس مش المال اصل كل الشرور. في بس قال الغني ما بيدخل. الغني لانه عم بيقصد الشخص اللي عنده محبه المال، مش كل غني. انتبه، ما قلتوا بالفقراء، ما قلتوا بالاغنياء. الرب لما حكي عن اغنياء حكي عن اشخاص اللي رفضوا ملكوت الله وكان قلبهم معلق بالاموال، لانه كل الاشخاص تقبل معهم. حتى هذا الشاب الغني قال له شو بدي اعمل لاتبعك؟ روح بيع كل ملكه. وانا اكيد لو بيع كل ملكه يعني راح صار فقير. طب خليني اكمل لك. انا اكيد هذا الشاب لو قال له يا رب تكرم انا بدك ايه بصير، الرب حيقول له لا ما تعمل هذا الشيء، انا شايف محبتك. لا بس كانوا الرسل قالوا له يا معلم نحن تركنا بيوت ونسوان واولاد وما خلينا شيء ولحقينا، والرب عوض عليهم باضعاف بس قال لهم الحياه الابديه مش هو. حتى عوض عليهم باضعاف بالارض. قديش الرب استخدمهم ورفعهم. احنا اليوم نتغنى في بولس انه كان معه مصاري، والرب بولس كان معه مش مصاري. شو المصاري شو هي المصاري؟ يعني بولس كان فقير، كان يشتغل بايديه كل الليل. انتبه، المصاري يعمل خيام المصاري اللي هي سر حياتي ولا سر فرحتي ولا سر وجودي. يعني فيها تكون مال عائق امام الملكوت. الفقر هو اهين، الفقير اهين على الدخول الى ملكوت السماوات. في فقراء كمان ما بدهم الرب، وفي اشخاص اغنياء بدهم الرب ومخلصين للرب ومكارسين حياتهم واموالهم للرب. محبه المال هي اصل كل الشرور. وعاده معروف الغني، يعني معروف انه الغني يعني اذا بيخسر امواله ممكن بيروح بجلطه، اللي بقول لك انا صار كل اتكالي على الاموال هيدي، هودي كل حيلتي وفتيلتي. إيه. بينما اذا انا اتكالي على يسوع، انا ايماني بيسوع، انا عم بسخر حياتي لما انا قلبي للرب. شو بدي اخبيه بعد عن الرب؟ اموالي، سيارتي، بيتي، ما انا كل ما املكه هو صار للرب. طيب اليوم العالم يسعى الى الشهره، الى المال، سيد هذا العالم اسمه المال والشهره. صح. طيب هيك بقول عن الكتاب المقدس شهوه العيون وتعظم المعيشه. نحن واعيين بهالمشكله هلا. شو بس نحن في هذا العالم ولكن لسنا من هذا العالم. ما زالت كلمه الله تعمل؟ يعني طبعا طبعا ما زال هناك اشخاص. طبعا هاي انا قدامك اليوم. في يعني انت عم تحكي مع شهاده حي قدامك، اللي انا كل هدفي وكل حياتي هي خدمه الله. هل انت كنت بعيد عن كلمه الله في البلد؟ طبعا طبعا كنت رافضها. طبعا هل عم ناخذ شهاده يعني شخصيه؟ طبعا طبعا
ولكن طبعًا. بتمجيد اسم الله يعني طبعا اكيد اكيد انا برجع بقول لك انا كنت معاند لدعوه يسوع على حياتي. كنت ملحد يعني اذا بدنا نقول كنت رافض الايمان. كنت رافض كل شيء. كان راسي بمحل تاني وافكاري بمحل تاني وفهم كل شيء غلط. والله شو اللي جذبك؟ شو اللي كلمه وقفتك؟ جمله يعني استرعت انتباهك؟ الله كان عم بلحقني من مكان لمكان. كانت ملحقت واضحه. وين قبض عليك؟ قبض علي بموقف صعب جدا. وانا هون بهذا الوقت قررت انه انا خلص يا بدي موت يا ما بدي اسلم حياتي للرب وبدي اعيش كل حياتي مكرسه. يعني كان قدامك خيار يا الانتحار يا مش الانتحار. كان في قدامي موت والرب خلصني من الموت. خلصني من الموت وانا من بعد فنظرت حياتي والرب خلصني هيك شيلني تبوله مثل الشعره بالعجين. ازهلت من الموقف اللي صار وقدرت اعرف قديش الله عظيم والله رائع والله قدوس والله حي وموجود مثل ما انا وانت اليوم شايفين بعضنا هيك الله بيناتنا. هل كل الناس مخلصين؟ يعني الذين لم تبلغ لهم البشاره ما بلغت لهم، لا عرفوا الكتاب المقدس ولا سمعوا بيسوع المسيح. خلينا نفترض هاي الفرضيه ما عرفوا فيه نهائيا. اليوم صار في وسائل اذا بدك اتصال، من 100 سنه ما كان في وسائل اتصال، كان في ناس بغابات بالامازون وبالادغال وحتى ببلدان عاديه يعني بالريف كان غير اللي بالمدينه. بانجيل يوحنا عدد 12 بقول واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه. الذين قبلوه اعطاهم سلطان يصيروا اولاد الله. لما نقول نحن اولاد الله يعني صرنا ابديين بطبيعه الله. بس كيف يوم انه لم يبشروا؟ بس انا بحاجه اني اولاد، بحاجه اني اقبل. وبرجع بقول لك في كثير اشخاص مزبوط انه ما تبشر. وبولس الرسول بيعالج هيك موضوع يقول يكون ضميرهم ناموسهم. في اشخاص بتعيش الانجيل من دون ما تعرف الانجيل. بس محبه الله ورحمه الله بتلحق للاشخاص اللي احنا مش شايفينهم باعمق الودين. ورب عم يلحقهم لانه رب في كل مكان. طيب المؤمن بالحياه الابديه هو انسان لا يخاف الموت، يعني مستعد يروح الى لو كان في اضطهاد مستعد يروح الى الموت، يعني بصير انسان انتحاري بلفظه اخرى. شوف ما فيني اقول لك انه في رهبه الموت طبيعي. بس اكيد المؤمن اللي هو مكرس حياته للرب هو عن جد مؤمن. من كده كنا عم نحكي بالاسبوعي انه في انواع من المؤمنين. اذا بنحكي عن مؤمن النوعيه المؤمن اللي هي مثل بولس مستعد يروح يموت كرمال يسوع. بالعكس هو ما بخاف من الموت لانه عارف انه هو عم يتأن الموت للحياه. اسيس يمكن الوقت ما خلص، هل انت تخاف من الموت؟ بجمله نهائيه. انا بصراحه يمكن عندي رهبه الموت ولكن انا لا اخاف من الموت. الا تخاف هذه اللحظه عندي رهبه الا بس انا لا تخاف من الشهاده من الاضطهاد يعني انه تتعذب او لا ابدا. انا هيدي دعوتي وهذا عملي الرسولي ان يكون وين ما الرب يبعثني له اي محل يكون فيه انا مستعد اني اروح. المهم انه انا اكون عم بشهد وخلص نفوس. اذا على حساب نهايتي انا يكون في اشخاص تطلع على السماء ليش لا. امين يتمجد اسم الرب. أسيس جوزيف نحن بدنا نشكرك على حلقه الحلوه، يعني جلنا فيها بطريقه سريعه ولكن مواضيع هي صعبه منا بالامر الهي. والايمان هو من وليد لحظه، هو كمان مسيره عمر وخبره ومنصلي نكون كمان المشاهدين قدروا استفادوا كمان. وكمان انا نصيحتي لكل واحد يرجع ما تخسر حياتك الابديه. ما تلعب تقولوا في عنا ما تلعب رزنيمه حياتك. ما تلعب رزنيمه حياتك. حياتنا بيسوع مرتبطه وما في حياه ابديه غير بيسوع. لا المال ولا الطب ولا شيء، كله بيساعدنا لفترات ولكن حياتنا الابديه هي مرتبطه بيسوع. والسما ما فينا نشوفها بدون يسوع، هو مفتاح السما، هو بالسما. انا بدي اشكرك قسيس. اخوتي المشاهدين على امل اللقاء فيكم الاسبوع القادم، بستودعكم سلام المسيح.